إشراف من وزارة الصحة والتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، أنشأنا حوالي 16 عيادة منتشرة في أرجاء المنطقة الشرقية. الهدف منها هو تقديم الرعاية المناسبة للمصابين بكورونا أو المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا الجديد. أي مريض أو سواء مواطن أو الأخوة المقيمين أو مخالفي الإقامة والعمل، إذا أحد عنده أي أعراض مشتبه إصابته بكورونا يستطيع أن يتوجه إلى أقرب نقطة لعيادة تطمن لاستقباله وتقديم الرعاية المناسبة إن شاء الله.